نتكلم في كنا بنتكلم على الملاكمه الجزائريه امام خليف، كيفيه المعيشه او المنطقه الجغرافيه اللي هي نشات فيها شكلت هذا البنيان الجسماني اللي هي خامه طبيعيه من عند ربنا قدرت بيها انها شككت العالم والعالم كله بدا يتكلم. طبعا هو موضوع امام بتلعب من زمان وهم بس الفتره دي حصل يعني اللغط ده علشان هي عمليه سياسيه انتخابيه مش اكتر في عمليه في الاتحاد الدولي. ولكن انا بتكلم على الخامه، كيفيه اكتشاف الخامات. احنا عندنا مناطق حدوديه، مناطق جبليه، مناطق مرتفعه عن سطح البحر، يعني تقدر تجيب خامات الجري موجوده هناك تقدر تجيبها. هل ده تقصير ممكن من المدربين او المكتشفين للمواهب او مراكز التدريب او هل هي ميزانيه؟ انا ما اعرفش البرنامج ايه يعني ما اعرفش، بس هو طبعا انت عشان حضرتك تحقق ده لازم يكون في برنامج واضح. طبعا. لكن احنا التجربه اللي قبل كده اللي احنا عشناها هي تجربه مدرسه الرمي اللي هو انشاها الدكتور ناجي اسعد، وهي تجربه مصريه فريده. تمام. الدكتور ناجي من خلال لما رجع من عمله في الكويت، من خلال المدربين اللي كانوا متاحين في مصر في الوقت ده، قدر يعمل واحد مركز تدريب خاص بمسابقات الرمي جوه استاد القاهره، وقدر ياخد يعني في لوكيشن مميز جدا، وقدر يستعين بالمدربين الموجودين في الوقت ده ان هم يشتغلوا ككشافين، ينزلوا ويلفوا في مدارس مصر كلها، وتقريبا عمل مسح كامل للمدارس كلها، وقدر ان هو يعمل جيل كويس من اللعيبه اللي من خلاله بدانا ناخد بطولات عالم على مستوى الناشئين والشباب. من خلاله برضو بدانا نتحرك شويه، وكان نتاج ده برضو ان في ميداليه على مستوى الكبار وميداليات على مستوى الشباب. هو ده. فاحنا يعني مش احنا مش ما كانش عندنا، لا احنا كان عندنا، ومدرسه رمي المصريه مدرسه قويه جدا جدا ونموذج احنا بنحق الناس بتحاول يعني تاخده وتشتغل عليه بره، وطبعا بامتيازات دلوقتي وب يعني بالتطور الموجود دلوقتي.